بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا بنفسك يا كابتن، علي صوتك. ماشي، انا اسمي زياد تامر عبد الحميد. في سؤال كده في الاول كده، زياد انت تمام. بتحب الزمالك ليه؟ عشان بابا كان بيلعب فيه، وعشان بحب نادي الزمالك، وعشان احسن نادي في العالم. بتحبي مين بقى في لعيبه نادي الزمالك، اللعيبه اللي انت بتحبها قوي؟ بن شرقي ومصطفى محمد وشيكابالا وناجم وطارق حامد وفركاني ساسي ومحمود علاء والونش وعبد الله جمعة وجنش وعواد وكل. طيب انت بتحب، عاوز تطلع زي مين مثلا في اللعيبه؟ مثلا بن شرقي، مصطفى محمد، وفركاني ساسي، وطارق حامد. دي اكتر ناس انت بتحبهم في الفرقه وعاوز تطلع زيهم، ولا عشان ده عشان مركزك؟ قريب من مركزي، وعشان كمان بحبهم. طيب انت رايك ايه بقى في موضوع نادي الزمالك، اللي احنا بنقول نادي الزمالك نادي نادي القرن؟ القرن، ايه رايك انت في الموضوع ده؟ هو الزمالك فعلا نادي القرن. ليه بقى ليه؟ عشان احنا كنا معانا بطولات افريقية اكتر، وعشان احنا كنا 9 بطولات وهم 7، احنا 4 وهما 2 3، يعني أربعة، كنا أربعة 4 أبطال دوري أفريقيا، دوري الأبطال، وهم كانوا اتنين، 2، هم كانوا 4 كاس، 4 دوري أبطال الكؤوس، وإحنا احنا كنا واحد، يعني إحنا كان مجموعة كنا 9 وهم كانوا 7. 7. أيوة، شايف اللي إحنا اتظلمنا في موضوع القرن ده؟ المفروض كنا ناخد نادي قرن أصلا من زمان، من قبل ما نفتح القضية. طيب أنت بتحب نادي الزمالك عشان هو بياخد بطولات وبيكسب، ولا بتحب نادي الزمالك عشان نادي الزمالك؟ لا، عشان بحب نادي الزمالك، عشان هو نادي الزمالك. حتى لو خسر وما خدش بطولات بتحبه؟ انت نادي الزمالك السنة اللي فاتت كانت احسن صفقة مين؟ انت كنت شايفها مين يا زياد احسن صفقة؟ بن شرقي اللي هو عمل معانا، فرق ايه يعني؟ اي وكسبنا بطولتين، انت فاكر بطولتين احنا جبناهم السنة اللي فاتت؟ اه كان ايه بطولتين؟ السوبر الافريقي والسوبر المصري. احنا كسبنا مين السوبر المصري؟ الأهلي. وكسبنا مين بقى في السوبر الافريقي؟ الترجي. طيب انت اصحابك اهلاوية ولا زملكاوية؟ في كده وفي كده، بس معظمهم ايه يعني؟ أهلاوية. بيحفلوا عليك بقى لو الزمالك بيخسر وكده؟ اه طب انت بتبقى مبسوط لما الزمالك بيكسب بقى، وبتروح تتكلم اصحابك بقى تقول اللي احنا اه كسبناكم؟ بردها لهم. طيب تمام.